ببدلة حمراء ولحية ناصعة البياض، يطل علينا حاملاً كيسه الكبير الممتلئ بالهدايا ليلة عيد الميلاد. فما هو أصل تلك الشخصية الخيالية؟ مرحباً بكم في قناتكم تثقف في دقائق. بابا نويل بين الخيال والحقيقة، ببدلة يطغى عليها اللون الأحمر ولحية ناصعة البياض، يطل بابا نويل حاملاً كيسه الكبير الممتلئ بالهدايا ليلة عيد الميلاد في أفلام الكرتون. لكن الأمر لم يكن خيالياً بحتاً. تعود قصة الهدايا إلى إقليم مابرا في آسيا الصغرى بالقرن الخامس الميلادي، حيث كان القديس نيكولاس يوزع الهدايا والطعام والملبس على العائلات الفقيرة بالتزامن مع العيد دون أن يعلم أحد هوية الفاعل. وتقول بعض الروايات إن من أعمال القديس الخيرية كانت لرجل فقد ثروته واشتدت به الحاجة، وكان له 3 بنات لم يتزوجن لسوء حالته، فوسوس له الشيطان أن يوجههن للأعمال المهينة لكسب قوت يومهم. وتضيف تلك الروايات أن الرب كشف للقديس نيكولاس ما اعتزمه ذلك الرجل، فأخذ من مال أبويه 100 دينار ووضعها في كيس وتسلل ليلا وألقاه من نافذة الرجل دون أن يشعر به أحد. فرح الرجل بالمال فرحا عظيما واستطاع أن يزوج ابنته الكبرى، وكرر القديس ذلك في ليلة أخرى فتمكن الرجل من تزويج ابنته الثانية. اهتم الرجل بمعرفة الشخص المحسن فبات ساهرا يترقب، وحينما شعر بسقوط الكيس للمرة الثالثة أسرع إلى خارج المنزل ليرى من ألقاه، فعرف أنه القديس نيكولاس. كان والد القديس نيكولاس توفي وهو شاب تاركين له أموالا وثروة، فقرر أن يكرسها في أعمال الرحمة حيث لقب بصانع العجائب. ورئيس أساقفة ميراليكيا والكنيستان الشرقية والغربية تعيدان له، ومع جلوسه على رئاسة الكهنوت كأسقف ميرا أخذ على نفسه أن يكون الراعي الصالح، فكان شديدا على نفسه، لا يأكل إلا مرة واحدة في النهار ولا يذوق اللحم أبدا. بابا نويل المعروف أيضا بسانتا كلوز بشكله المعروف حاليا يعود لعام 1823، حيث كتب الشاعر الأمريكي كلارك موريس قصيدة الليلة التي قبل عيد الميلاد يصف بها هذه الشخصية. وفي عام 1881 قام الرسام الأمريكي توماس نيس في جريدة هاربرز بإنتاج أول رسم لبابا نويل كما هو معروف اليوم، ببدلته الحمراء وذقنه البيضاء الطويلة وحذائه الأسود اللامع. ويقال إن ذلك كان ضمن حملة ترويجية لشركة كبرى. منذ ذلك الحين انتشر بابا نويل في ثوبه الجديد وصار من أشهر الشخصيات التي يحبها الأطفال في كل أنحاء العالم. ومع تغير المكان تخلى سانتا كلوز عن حماره الذي كان يحمل عليه الهدايا والألعاب ليمتطي زحافة على الجليد يجرها 8 غزلان. ويقال إن اسم سانتا كلوز هو اسم محرف من سانتا نيكولاس أي القديس نيكولاس. وتروى الحكايات أن بابا نويل يضع للأطفال الهدايا داخل جوارب صوفية يضعونها فوق المدفأة في منازلهم،
حيث كان يتسلل من خلال فتحة المدفأة حتى لا يراه الأطفال ليلاً، ويفاجئهم بالهدايا في الصباح فيملأهم السرور. وأنتم، هل أطفالكم اليوم بانتظار سانتا كلوز أو بابا نويل؟ أتمنى أن تسألوهم وتشاركون آراءهم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.